هي مأساة تتكرر منذ زمن لدى أكثر من عائلة أمنت على حياة أطفالها وعهدت بالاعتناء بفلذات أكبادها إلى دور الحضانة، إلا أن النتيجة تأتي أحيانا معاكسة. فادي منصور الذي يشقى ويتعب ليل نهار مع زوجته سيلفا لتأمين حياة كريمة لبكرهما شربل ابن الثلاثة أشهر، حلت عليهما الكارثة من حيث لم يتوقع أحد. ابني عمره 3 أشهر 12 يوم، صرنا شهرين بناخده على الجاردوري، في ظروف لأنه اثنيناتنا بنشتغل، بنحطه كل يوم بروح على شغلنا. واليوم تلفنت لي مدامتي بتقول لي البيبي بالمستشفى عم ينزف دم. تفاجأنا، تركنا أشغالنا ورحنا على الجاردوري تلفنوا لها. ضلينا رايحين وجينا على المستشفى، هو أكثر من كان نزيف دم من أخيره، كان سابقا كان متوفي. يعني هلا مدامتي مش مصدقة. ما بدي أظلم حدا، ما في أي إثبات. نعطي للطبيب الشرعي واجباتي قانونيا، شو لازم نعمل؟ الدولة عم تعمل واجبها. وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي يبقى الحديث عن إهمال أو تقصير من جانب دار الحضانة سابقا لأوانه، خصوصا أن الأهل يرفضون حتى الساعة اتهام الدار التي تجنب المسؤولون عنها الحديث إلينا قبل استكمال التحقيق. الأكيد بحسب تقرير الطبيب المعالج أن الرضيع شربل وصل ميتا إلى المستشفى، وفي انتظار الكشف عن ملابسات الحادثة يبقى التذكير بأهمية اختيار جاردوري مستوفية للشروط القانونية التي تفرضها نقابة الحضانات المتخصصة ونقابة أصحاب دور الحضانة صونا لحياة أطفالنا وصحتهم.